عن عائشة أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وهذه أيضا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لم يكن فاحشا. لم يكن فاحشا أي لم يكن ناطقا بالفحش، لم يكن ناطقا بالفحش. ولا متفحشا أي لم يكن متكلفا للفحش. يعني الفاحش ينطق بالفحش يعني بالسجية عنده، إنزين، متكلف لا يبالغ، لا يبالغ بالفحش ولا يتكلف الفحش. طيب، ولا صخاب في الأسواق، الصخاب أي الكثير الصياح. وهذا جماعة كلها تطعن في هيبة الرجل ومرؤته. واحد في السوق صارخ، يعني لا، كان رجلا يعني كما قال لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة أي لا يكافئ السيئة بالسيئة، لا، وإنما بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. من أساء إليه عفى عنه وصفح.